السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك حبيبتي في فيديو جديد من قناة فن وحس. والنهاردة إن شاء الله هنعمل المفرش ده، مفرش كبير ما شاء الله. تقدر تعمليه بقى مفرش سفرة أو مفرش صغير. على فكرة هو لون واحد، بس أنا بحط إيدي يبقى لون وبشيل إيدي يبقى لون تاني، مش عارفة إزاي أهو. المهم تقدري تعملي وحدة وتشبكيها بوحدة وتعملي 4 وحدات، أو تعملي كده، أو تعملي وحدة نفسها كبيرة قوي وبعدين تشبكي واحدة كبيرة فيها بحيث تعمليها مستطيل. هتمشي بنفس الطريقة وبنفس النمط، وهوريكي سهل جدا. تقدري تعملي بخيط قطن أو خيط أكريليك، وممكن تعملي مفرش سفرة أو مفرش سرير، أو تعملي منه بلوزة أو خدادية زي ما عملنا قبل كده. مفرش كبير، هقول لكم المقاسات كل حاجة بالتفاصيل، وحلية منه فيه على طول عشان ما نقعدش ندور على كنار. تمام، هنا انا عاملاه حوالي 66 سنتي، ماشي، حوالي 66 سنتي العرض. وانت تقدري تكبري زي ما انت حابة، في 36 سنتي. تمام، هتقدري بقى تكملي يعني انت الوحده الاولانيه الاساسيه دي ممكن تعمليها اصلا كبيره مثلا متر وتشبكي فيها متر، وبعدين يبقى المفرش عرضه متر في مترين. وزن المفرش 112 جرام. بناء على طلبكم مفرش البسكوته سهل وبسيط. استخدم اليزا كوتون جولد تويد او اي خيط متاح عندك. تمام، هو كاتب لك يا ستي ده 100 جرام عبارة عن 330 متر، اعتقد ان هو اكتر. فين اهي. تمام، هو كاتب لك ان الابرة من رقم 2 ل 4، ففي المتوسط تبقى 3.5 مليمتر. هعمل خيط ده كده وادخل الابرة هنا واسحب واعمل 1 2 3 4 5 سلسلة. هدخل في اول حلقة واخد لفة واقفل بغرزة منزلق. عملت حلقة صغننة اهي، 1 2 3، واخد لفة وادخل في الحلقة دي واعمل عمود 4 سلاسل، 1 2 3 4، لفة وادخل في نفس الحلقة واعمل 2 عمود، 1 2 3 4 سلسلة، واخد لفة وفي نفس الحلقة 2 عمود، ادي 1. خلي بالك دخلنا هنا مش هنا، ماشي، واحد اتنين تلاتة اربعة 2 عمود، 1 2، عندي 1 2 3 4 مجموعات، وبعدين اعمل 1 2 3 4 سلسلة. هقفل هنا في اول سلاسل عندي هنا بغرزة منزلقة. 3 سلسلة، 1 2 3، هعمل عمود فوق العمود اللي جنبيه. في الفراغ ده هنعمل 2 عمود، ادي 1 2، 4 سلاسل، 1 2 3 4، 2 عمود في نفس الفراغ اللي هو ده الزاوية، 1 2، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود اللي بعديه، 2 عمود في الفراغ اللي بعديه، 1 2، 4 سلاسل، 1 2 3 4، 2 عمود في نفس الفراغ، ادي 1 2، اخر الصف. عملت 4 سلاسل وهكمل هنا عمودين عشان يكمل المجموعة بتاعتها. هعمل عمود 2 وهشبك في اول سلسلة فوق بغرزة منزلقة. كده عندي 2 عمود، 2 عمود فوق العمود، 2 عمود، 4 سلاسل، 2 عمود في نفس الفراغ. هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3، عمود فوق العمود الاولاني، عمود فوق العمود الثاني، عمود فوق العمود رقم 3، عمود في الفراغ، عمود، كمان عمود، 4 سلاسل، 1 2 3 4، واللي انا هكمله بعد كده اللي هو هيبقى 2 عمود في الفراغ، عمود فوق كل عمود، 2 عمود في الفراغ، 4 سلاسل، 2 عمود في الفراغ.
كده اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، اتنين عمود في الفراغ، واحد اتنين، هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، هعد هنا واحد اتنين واخد لفة واعمل عمود فوق العمود رقم تلاتة، وعمود فوق كل عمود من التلاتة اللي بعديه، واحد اتنين تلاتة، اتنين عمود في الفراغ، واحد اتنين، وده شكله. الجزئية دي هي اللي هتتكرر هنا وهنا. هنعمل هنا اربع سلاسل في الفراغ اتنين عمود، وبعدين هسيب عمودين واعمل اتنين سلسلة، واعمل اربع اعمدة فوق الاربع اعمدة، واتنين عمود في الفراغ، وبعدين اربع سلاسل واتنين عمود في الفراغ، واعمل اتنين سلسلة واشبك هنا اهو. اخر جزئية هعمل اتنين سلسلة وهشبك في اول سلسلة هنا منزلقة. هعمل منزلقة فوق العمود اللي جنبيها، منزلقة فوق العمود اللي بعديه، عندي هنا اربع اعمدة، هعمل في كل عمود عمود واتنين عمود في الفراغ، ادي واحد اتنين تلاتة، عمود فوق العمود اللي جنبيه، عمود فوق العمود اللي جنبيه، عمود فوق العمود اللي جنبيه، اتنين عمود في الفراغ، اربع سلاسل، واحد تلاتة اربعة، اعمل اتنين عمود في الفراغ، عمود فوق كل عمود، اتنين عمود في الفراغ اللي جنبيه، واحد اتنين تلاتة اربعة، هعمل هنا عمودين، اتنين عمود في العمود، اتنين في العمود في الفراغ، كده اتنين سلسلة، هسيب واحد اتنين، وفي رقم تلاتة هعمل عمود، عمود فوق العمود اللي جنبيه، عمود فوق العمودين دول، واتنين عمود في الفراغ، هعمل هنا اربع سلاسل، اتنين عمود في الفراغ، اتنين عمود فوق العمود الاعمدة دي، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، وهسيب عمودين واعمل عمود فوق كل عمود من الاربعة، وبعدين اتنين عمود هنا، يبقوا ست اعمدة، اربع سلاسل، ست اعمدة، اتنين عمود في الفراغ، اتنين عمود فوق اتنين عمود، اتنين عمود في الفراغ، وبعدين اتنين سلسلة، وهقفل هنا اهي. قفلت هنا بمنزلقة، هعمل منزلقة ومنزلقة، منزلقة فوق العمود الاولاني، ومنزلقة فوق العمود التاني، تلات سلاسل، هعمل عمود عمود عمود، واتنين عمود في الفراغ، كده اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، هعمل في الفراغ اتنين عمود، واحد اتنين، هعمل عمود فوق كل عمود من الاعمدة دي كلها، واتنين عمود جوه الفراغ هنا، اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة. بص بقى هعمل ايه، هعمل هنا اتنين عمود، واحد اتنين، انا ست عمود دول هحافظ عليهم بس هرحلهم، هعمل اتنين سلسلة، هسيب اول عمود وتاني عمود، واعمل عمود فوق العمود رقم تلاتة، عمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود اللي بعده، اتنين عمود في الفراغ، هسيب اتنين عمود، وفي التالت هعمل عمود وعمود فوق التلات اعمدة دول، عمود فوق كل عمود، اتنين عمود في الفراغ كده، واحد اتنين تلاتة اربعة. هكرر برضو، هعمل اتنين عمود، اتنين عمود، اتنين سلسلة، هسيب عمودين واعمل اربع اعمدة فوق الاربع اعمدة، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، اربع اعمدة فوق الاربع اعمدة، واتنين عمود في الفراغ، واربع سلاسل، وهكذا، اتنين سلسلة، واقفل في اول سلسلة هنا بغرزة منزلقة، منزلقة خلاص هنعمل بعد كده، بعد كده على طول كده منزلقة فوق العمود، منزلقة فوق العمود، تلات سلاسل، عمود فوق كل عمود من التلاتة دول، اتنين عمود في الفراغ، كل مرة تبدأي الصف كده، عملت أربع سلاسل، وهنا في الفراغ ده هعمل اتنين عمود،
عمود فوق كل عمود من الاعمده دي كلها، واتنين عمود هنا اهو كده اهو، اربعه سلسله، واحد اتنين تلاته اربعه، اتنين عمود في الفراغ نفسه، اتنين عمود فوق اتنين عمود، عمود فوق العمود وعمود فوق العمود اللي جنبيه، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسله، هسيب اتنين عمود وفي التالت هعمل عمود وعمود فوق كل عمود من الأعمدة التلاتة اللي بعديها، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، سيب عمودين وفي التالت هعمل عمود وعمود فوق العمود، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، اتنين عمود في الفراغ. كده بقى عندي فراغ ست أعمدة، فراغ ست أعمدة، فراغ ست أعمدة، أربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة، اتنين عمود في الفراغ، وهنكرر اللي احنا عملناه ده، اتنين عمود فوق الاتنين عمود، اتنين في الفراغ، هعمل اتنين سلسلة، هسيب اتنين عمود واتنين عمود فوق وعمود فوق كل عمود من الأربعة، واتنين عمود في الفراغ، هعمل اتنين سلسلة، هسيب أول عمودين وهعمل أربع أعمدة فوق الأربع أعمدة، واتنين عمود في الفراغ، وبعدين أربع سلاسل وهكذا لغاية ما أقفل هنا. تمام، عملت الست اعمده بتوعي، هعمل اتنين عمود جوه الفراغ ده، عمود فوق كل عمود من الاعمده دي كلها، واتنين عمود في الفراغ، واربع سلاسل اهي، عملت اربع سلاسل، هعمل اتنين عمود في نفس الفراغ، اتنين عمود فوق عندي هنا ست اعمده، هسيب اعمل اتنين سلسلة، يعني اول ما بلاقيهم ستة بروح سايبة اتنين واروح عاملة فوق التالت عمود، فوق الرابع وفوق الخامس وفوق السادس كده، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، احافظ على الست اعمدة بتوعي، هسيب عمودين وعمود فوق العمود رقم تلاتة واربعة وخمسة وستة، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، سيب عمودين وعمود فوق كل عمود من الاربعة، واتنين عمود في الفراغ، ادي واحد اتنين، اتنين اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، هعمل اتنين عمود في الفراغ، وقلنا طالما في ست اعمدة عندي هعمل اتنين سلسلة واسيب اول عمودين واروح عامل عمود فوق التالت. تمام، يبقى انا هكرر، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، سيب عمودين، ستة اعمدة، اتنين عمود سلسلة واسيب عمودين، ستة اعمدة، ازمن اتنين سلسلة واسيب عمودين واعمل ست اعمدة وهكذا، واربع سلاسل لغاية ما اقفل هنا، وهرجع اعمل برضو ست اعمدة بتوعي الاول هنا. عملت ست اعمدة، اربع سلاسل، اتنين عمود في الفراغ، عمود فوق كل عمود، اتنين عمود في الفراغ، اربع سلاسل. هنا هيبقى عندي، هنا كان في تلات مجموعات ست اعمده، هيبقى عندي اربع مجموعات. هنعمل اتنين عمود في الفراغ، واحد اتنين، عمود فوق العمود، عمود فوق العمود، اتنين عمود في الفراغ، واحد اتنين، كده بقى عندي كام؟ ست اعمده، اتنين سلسله، هسيب عمودين وعمود فوق كل عمود من الأربعة اللي جايين، اتنين سلسلة في الفراغ، اتنين عمود في الفراغ، سلسلة مين؟ اتنين سلسلة، هسيب عمودين عمود فوق كل عمود من الأربعة، اتنين عمود في الفراغ، اتنين سلسلة، هسيب عمودين وهتبقى عمود فوق رقم تلاتة واربعة وخمس وستة، واتنين عمود جوه الفراغ، اتنين سلسلة، اربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وارجع تاني اتنين عمود في الفراغ، عمودين فوق العمودين، اتنين عمود في الفراغ، وهكذا ست اعمدة، فراغ ست اعمده، فراغ ست اعمده، فراغ ست اعمده، يبقى واحد اتنين تلاته اربعه، اربع مجموعات، وهكمل كده.
وهقفل هنا اهو في اول سلسله، وهعمل 2 مزدلقه، وهعمل 6 اعمده بتوعي، 4 اعمده فوق الاربع اعمده، و2 عمود في الفراغ، 4 سلاسل، 2 عمود في الفراغ، عمود فوق كل عمود، 2 عمود في الفراغ، 4 سلاسل، عمودين في الفراغ، 2 سلسله. قلنا طالما هنا في 6 يبقى في الفوقيه هعمل 2 وبعدين فراغ. خلاص هعمل 6 اعمده وفراغ، 6 اعمده وفراغ، 6 اعمده وفراغ لغايه ما اخلص. صف رقم 10 عملت 6 اعمده، 2 4 سلاسل، 2 عمود في الفراغ، عمود فوق كل عمود، 2 عمود في الفراغ، 4 سلاسل. وهنا اهو عملت مجموعه جديده، بقى عندي 1 2 3 4 5 مجموعات، كل مجموعه 6 اعمده، 6 اعمده وفراغ، 6 اعمده وفراغ، 6 اعمده وفراغ لغايه ما اخلص. بصي بقى يا قمر، السطر رقم 11 ده الرو السطر، اوكي. هنا هنعمل 20 عمود، عدد الاعمده 20، تمام. طبعا احنا كملنا كله ووصلنا لحد سطر 11، نعمل 2 سلسله، 1 2، وهسيب عمود 2، وفي الثالث هعمل عمود كده، عملت فراغ واحد هنا، وهعمل عمود فوق كل عمود لغايه اخر الزاويه هنا، وعمودين في الفراغ، واربعه سلسله. هنا الفراغ اهو ماشي، وهنا هعمل عمود، 2 عمود في الفراغ، وبعدين 2 سلسله، وست اعمده فراغ، 6 اعمده فراغ، 6 اعمده، وهكذا. يبقى عندنا 1 2 3 4 5 مجموعات. سطر رقم 12 هعمل برضو هنا اهو البدايه بتاعتي عادي، وهعمل 20 عمود، واقف هنا اهو قبل الفراغ ده ب 2 عمود، يعني 6 2 عمود قبل الفراغ ده. هعمل 2 سلسله، في الفراغ هعمل 2 عمود، 2 سلسله، هسيب 1 2، وفي رقم 3 هعمل 2 عمود، 1 وعمود جنب العمود اللي جنبه، وهكمل عواميد لاخر السطر. وهنا اهو هعمل 4 سلاسل و 6 اعمده بتوعي عادي، هنا اهو كده هعمل 2 عمود في الفراغ، 2 عمود فوق العمود، 2 عمود فوق العمود، بعدين 2 سلسله، واسيب عمودين وعمود فوق العمود زي ما بعمل كل مره. 13 سطر رقم 13 برضو هسيب، عملت اللي هم الاعمده الاولانيه دي، وبعد كده عملت الفراغ، وعملت 20 عمود قبل الفراغ بتاعي بعمودين، وهعمل كده كذا دور بقى لغايه ما تكبري المقاس انت عايزاه. هعمل 2 سلسله، وهسيب عمودين، وفي الفراغ هعمل 2 عمود، 1 2 2 سلسله، هسيب العمودين دول في الفراغ اللي بعده، هعمل 2 عمود، 1 2 2 سلسله، هسيب عمودين، وفي الثالث هعمل عمود وعمود في العمود اللي جنبه، هكمل الاعمده لغايه ما اخلص السطر، واعمل السلاسل اللي في الزاويه 3 سلاسل. وبعد كده هنا بدايتي هتبقى هسيب 2، هعمل اول 2 عمود في الفراغ، يعني هعمل 2 عمود في الفراغ و 3 سلاسل، 2 عمود في الفراغ، هسيب ال 2 عمود دول، وهعمل 2 سلسله، وهعمل 4 اعمده فوق الاربع اعمده، و 2 عمود في الفراغ، وبعدين 2 سلسله، هسيب عمودين، وزي ما بعمل كل مره داير ما يدور. وهرجع هنا في السطر رقم 14 هسيب برضو، هعمل 20 عمود هنا اهو، وهسيب عمودين، وعمل 2 سلسله عمودين، 2 سلسله عمودين، 2 سلسله عمودين، 2 سلسله، واكمل يعني هسيب برضو بنفس النمط لغايه بقى ما تكبري المقاس انت عايزاه. يعني مثلا عايز تعملي مقاس لحد هنا 15 دور، 16 دور، 17 دور، زي ما انت عايزه. عملت السطر رقم 14 برضو 20 عمود، 2 سلسله، 2 عمود في فراغ، 2 سلسله، 2 عمود في فراغ، 2 سلسله، 2 عمود في فراغ، 2 سلسله، وبعدين 20 عمود، وبعدين 4 يعني 2 عمود في الفراغ، هما بعد ال 20 يعني بال 20 بالاثنين دول، 4 سلاسل، 2 عمود في الفراغ، وبعدين 2 عمود فوق ال 2 عمود، وبعدين 2 عمود في الفراغ، 2 سلسله، 6 اعمده، 2 عمود، 2 سلسله، 6 اعمده، وهكذا، تمام. عايزه بقى تكبري في المرحله دي، هكبري بنفس النمط. هفضل اشتغل لغايه امتى؟ هفضل اشتغل لغايه العرض اللي انا عايزاه. ده هيبقى مربع، ده عرضه 30 سنتي. دلوقتي بعد ما بخلص الجزئين، طبعا هتعملي جزئين ثلاثة أربعة زي ما انت حابة، هحطهم قدام بعضيهم كده اهو، وهشبك من الجزئية دي، هجيب إبرة وأحط فيها خيط وأبدأ أشبك.
هبدأ من الجزئية دي. هنا في أربع سلاسل صح؟ أنا هبتدي بسلسلة رقم اتنين من هنا، من يعني عد كده واحد اتنين تمام، وهدخل في السلسلة دي وهعد من هنا واحد اتنين وهدخل في السلسلة دي وهدخل مشيت، هدخل في السلسلة اللي جنبيها وفي السلسلة اللي جنبيها من هنا باينة. هربطها في الاخر هنا بقى، كل عمود قصاد كل عمود هاخد السلسله دي من العمود ده والسلسله دي من العمود ده واسحب، هدخل في السلسله دي والسلسله اللي قصادها هنا تمام، هشتغل كل عمود مع كل عمود لغايه ما اوصل للفراغ ده، كل سلسله مع كل سلسله. اجي عند الجزئيه اللي هي اللي هما الفراغين قدام بعض، برضو اخد سلسلة من هنا وسلسلة من هنا مفيش اي مشكلة، سلسلة من هنا وسلسلة من هنا، وبعد كده خلاص كل عمود قدام كل عمود زي ما بنعمل عادي. الجزئية دي انا دلوقتي شبكت هنا، هنا هروح شبكة السلسلة السلسل بقى، السلسلة دي بالسلسلة دي والسلسلة دي بالسلسلة دي اللي هما سلسلتين خلاص، وادخل واقفل عليهم كويس قوي عشان ابدأ اعمل اقفل بره. طبعا في الاخر بصي كل الشغل هتخفيه كده، بصي هتيجي في اخر الشغل تيجي تمشي مع الخيوط عشان تخفي الخيط اللي في ايدك، طبعا تقصي زيادة. هبدأ بقى اجيب خيط تاني وهبدأ بصي هنا في الزاوية، طبعا كبري بقى المقاس انت عايزاه، يعني حتى ممكن تعملي اربع جزئيات على فكرة وتشبكيهم، تعملي اربع جزئيات وتشبكيهم وتبدأ تعملي الكنار ده في الاخر تمام، او تكبري الوحدة دي نفسيها وتشبكي كل المقاس كده يكبر معاكي ويبقى مفرش مستطيل حلو. هنا في الزاوية الفراغ اللي قبل الزاوية ده هربط هنا خيط، هعمل سلسلة وحشو في الفراغ هنا، حشو فوق العمود الاولاني، حشو فوق العمود التاني، وهنعمل حشو فوق كل عمود لغاية ما اوصل للزاوية. في الزاوية هعمل اتنين حشو، واحد اتنين اتنين سلسلة، واحد اتنين، وهاجي هنا هو في نفس الفراغ هعمل اتنين حشو، واحد اتنين، هعمل بعد كده حشو فوق كل عمود، فوق كل غرزة هعمل حشو لغاية ما اوصل للفراغ. في الفراغ هنا هعمل اتنين حشو، واحد اتنين، وبعدين ارجع تاني عمود حشو فوق كل عمود وهكذا، يبقى حشو فوق كل عمود وحشو في الفراغ داير ما يدور هنا اهو. هنا بقى الزاوية هعمل فيها اتنين حشو، اتنين سلسلة اتنين حشو. في الجزئية دي هعمل هنا اتنين حشو واشبك على طول هنا اتنين حشو بعديها. اخر سطر هدخل هنا واعمل غرزة حشو وهتجاهل السلسلة دي واطبق في اول غرزة حشو خالص بغرزة منسلقة. هعمل ثلاثة سلسلة، واحد اثنين ثلاثة، عندي هنا غرزة الحشو دي هعمل فوقيها عمود، انا مش دعوة بالثلاثة سلسلة، وفوق الحشو دي اللي هي فوق العمود على طول هعمل عمود كده اثنين، وفوق الحشو اللي بعديها عمود كده ثلاثة، واللي فوق الحشو اللي بعديها عمود كده اربعة، انا مش دعوة بالسلاسل، انا عمود فوق الحشو، عمود فوق عمود، عمود فوق عمود، عمود فوق عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة. هلف الشغل كده واخد لفة، هنا كان فيه سلاسل هنا دي هدخل بين العمدة والسلاسل واعمل عمود تمام، واحد اتنين تلاتة، جوه الفراغ ده هعمل خمس
اعمدة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، كده تلات سلاسل وخمس أعمدة جوه الفراغ. كمل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، اوكي. هعمل عمود فوق العمود، عمود فوق العمود اللي بعده، عمود فوق العمود فوق الحشو اللي بعديها، عمود فوق العمود، كده أربع أعمدة جنب بعضيهم. هعمل واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، هلف الشغل وهشبك فين بقى؟ خدت لف كده في العمود ده اللي هو المجموعة اللي قبليها، وهعمل عمود. تمام كده، تلاتة سلسلة، واحد، اتنين، تلاتة، وهلف الشغل تاني وهاخد لفة في الفراغ ده، كده هعمل خمس أعمدة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. ده شكلها كده. في الزاوية عندي اتنين عمود، اتنين حشو واتنين سلسلة واتنين حشو، انا هاخد لفة وادخل في جوه الاتنين حشو واعمل اربع اعمدة، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، واخد لفة والف الشغل. هشتغل، شايفة هو اول عمود من الاربعة اللي هنا دول اللي تحت، هلف الشغل، مش المايلة، لا، اللي هي الوقفة دي، واعمل عمود، واحد، اتنين، تلات سلاسل، والف الشغل تاني لقدام. من هنا خمس اعمدة بتوعي، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. شوف الشكل عامل ازاي. في الجزئية دي هاخد لفة، اول هنا في عندي اتنين حشو هنا في الفراغ، هدخل في اول حشو واعمل عمود، وعمود فوق الحشو اللي جنبيها اتنين، وعمود فوق الحشو اللي جنبيها تلاتة، وعمود فوق الحشو اللي جنبيها اربعة، واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، وهاخد لفة والف الشغل. في العمود اللي هو الاولاني من العمدة اللي قبليها، وهعمل عمود، واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، وهلف الشغل. جوه الفراغ ده هعمل خمس أعمدة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. هكمل بقى اللي هي دي بس الزاوية اهي عندي، هكمل بقى بعد كده بشغل مستقيم، يعني هعمل عمود فوق العمود، عمود فوق فوق الحشو، عمود فوق الحشو اللي جنبيها، عمود فوق الحشو اللي جنبيها، عمود فوق الحشو اللي جنبيها، واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، وهاخد لفة والف الشغل. هدخل فوق العمود ده واعمل عمود، واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، وهلف الشغل تاني قدام. هنا هعمل خمس أعمدة، واحد، اتنين، أربعة، وهكذا زاوية وداير ما يدور. بقى هنعمل كده أربعة واروح عاملة الحركة دي، أربعة واروح عاملة تلات سلسلة واشبك في العمود الأولاني ده من ورا، بعد أعمل تلات سلسلة وأرجع أعمل خمس أعمدة في الحتة المايلة دي. آخر السطر أو آخر المفرش، بصي أنا عملت تلاتة، هعمل هشبك الاول هنا في اول غرزة بغرزة منزلقة، وهعمل واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، وهلف اشبك في العمود ده اللي هو النايم ده، واعمل عمود، واحد، اتنين، تلاتة، وهلف الشغل، واعمل هنا الخمس اعمدة بتوعي عشان يبقوا خلصت المفرش سهل وبسيط. هوريكي بس حاجة،
في الزوايا هتعملي ايه؟ ايدي خمسة، تمام. وبعدين هشبك، بصي شايفه العمود الاولاني؟ لا، في العمود رقم 2، واسحب اهي من ورا كده بغرزة منزلقة، واعمل سلسلة، وخلاص هقطع الخيط بتاعي. بالنسبة للزوايا، بصي هنا في الزاوية كان عندي تلات اعمدة ماشي، وما كملوش الرابع. الرابع كملته فين؟ في الفراغ. وبعدين رحت عاملة الاربعة بتوع الزاوية في نفس الفراغ علشان ابدأ من سطر جديد هنا عادي، تمام. يعني انت بس بقى عندك اتنين، فعملي عملت اتنين هنا واتنين في الفراغ، وبعدين عملت الاربعة بتوع الفراغ هنا عشان يديني الزاوية مظبوطة. وبكده يا حلوين خلصنا المفرش، عملنا كنار سهل وبسيط وسريع. يلا وريني تعليقاتكم في تطبيقاتكم في التعليقات. شوفوا على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.